اشرف عيد. اخر ربع ساعة من زمن احداث الشوط الاصلي من المباراة. الان كبارة اخيرا كبارة ياتي بالفرح والسعادة وينشر ذلك على محيا جماهير نادي الاتحاد الحاضرة في ملعب المباراة في الدقيقة رقم 30 من زمن الشوط الثاني من المباراة. كرة طويلة عابرة للخراج من جانب اشرف عيد تعدي من مدافعي نادي الصحار وبالتالي كمارة ما يهزر في مثل هذه المواقف وحدة على طول هوب حطها في الزاوية اليسرى على مرمى الحارس هلال خلفه. شوف 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 الثنائي الموجود اشرف عيد ثلاث لمسات فقط حاضرة في الهدف الاول في المباراة. كمارة اذا يسجل واخيرا يتعامل مع تألق الحارس هلال خلفات بتسديدة قوية تحتضن شباك نادي صحار وبالتالي الان